خبيل حاجة. خليكي مع الشرعية. خليكي مع الشرعية. خليكي مع الشرعية. او على الاقل يعلن انها سيتم تدفقها الى مصر. انا عاوز اسال سؤال لسلطات السعوديه، هو الشعب المصري اتغير؟ هو الشعب المصري اللي قبل 30 يوليو ده ما كانش شعب مصري يستاهل فلوس ويستاهل مساعدات؟ ولا الشعب المصري اتغير فجاه وبقى شعب تاني؟ هو مين اللي بتدفعت له القروض والمساعدات؟ مين؟ الشعوب ولا الانظمه؟ الشعوب ولا الانظمه؟ نفسنا يتم التعامل مع الشعوب. عشان كده بنقول لهم هي دي الشعوب اللي طلعت النهارده علشان تعبر انها تحترم ارادتها، تحترم اصواتها، تحترم مرشحها، تحترم اختيارها، تحترم رئيسها الشرعي وارادتها الشرعيه في رئيسها الدكتور محمد مرسي. بنقول لسلطات السعوديه رئيسنا الشرعي لن نعترف باي شكل من اشكال التفتيش او التفتيش في اي صوره من الصور، سواء كان هذا انقلاب عسكري، سواء هذا خروج في عصيان، سواء هذا في اي شكل من الاشكال، نحن ليس امامنا ولا نعترف الا بشرعيه الرئيس مرسي رئيسا اوحد